لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. وبعد، من بحث ضوابط الصيام الفقهية للشيخ وليد بن راشد السعيدان، وقفنا في المرة السابقة على قوله الضابط الثاني: مفسدات الصوم توقيفية. مفسدات الصوم توقيفية، يعني هو بيقول هذا ضابط من ضوابط مسائل الصيام الفقهية، وهو أن مفسدات الصوم توقيفية، يعني لا تخضع للاجتهادات ولا غيره، إنما هي في الحقيقة كلها توقيفية بهذه القاعدة. وهو يريد أن يبين من خلال ذلك لماذا هي توقيفية، وهو باختصار شديد جدا أن حتى المسائل التي هي من جملة النوازل، التي من جملة النوازل والمسائل المحدثة، إنما الرجوع فيها إلى الإيش؟ إلى الأدلة الأصلية التي هي توقيفية لا تتغير. فمثلا على سبيل المثال، مسألة مثلا مثل مسألة القطرة مثلا بتاعت الأنف، قطرة الأنف، قطرة الأذن، غير ونحو ذلك، كيف هيكون توقيفية وهي مسألة محدثة مش كده ونازلة؟ لا، هو يقول باعتبار إنها هتناقش من جهة هل هي أكل أو شرب، وهل هي بتدخل من جوف معتاد ولا من مدخل معتاد ولا مدخل غير معتاد، وهنحكم عليه. كل اللي داخل من مثلا مدخل معتاد ده الحكم فيه توقيفي ولا لا؟ توقيفي، وهكذا. واللي غير مدخل معتاد هنحكم عليه من خلال سواء من خلال ان هو لو لم يدخل مدخل معتاد مثلا ودخل من مدخل غير معتاد بمقصد ما يدخل من المدخل المعتاد وهو الاكل والشرب ونحو ذلك، يبقى خد نفس حكمه. ده يعني تعبير يعني عام للكلام الذي ياتي ان شاء الله تعالى. قال: مفسدات الصوم توقيفيه. قال: اقول لقد طرحنا في تلقيح الافهام ان العبادات المنعقده بالدليل الشرعي لا تنقد الا بالدليل الشرعي، وان العبادات تفتقر إلى دليل في أصل إثباتها، وتفتقر إلى الدليل في إثبات صفاتها وشروطها، وكذلك تفتقر إلى الدليل في إبطالها. قال: فليس باب إبطال العبادات مفتوحا لكل أحد يقرر فيه ما يشاء، وإنما هو باب توقيفي على الدليل الصحيح الصريح من الكتاب أو السنة الصحيحة أو ما تفرع عنها من الإجماع والقياس المستوفي لأركانه. يبقى هو لاحظ العبارة دي بقى: وإنما هو باب توقيفي على الدليل الصحيح الصريح من الكتاب أو السنة الصحيحة أو ما تفرع عنها من الإجماع والقياس المستوفي لأركانه. أمن زعم أن قولا من الأقوال أو فعلا من الأفعال مبطل لهذه العبادة فإننا نطالبه بالدليل، لأن الأصل عدم الإبطال، ومن خالف الأصل فعليه الدليل، لأن الدليل يطلب من الناقل، مش يطلب من مين؟ من صاحب الأصل اللي هو بينقل الأصل، ده نقول له نقلته بأي دليل. قال: لأن الدليل يطلب من الناقل عن الأصل اللي هو المدعي يعني لذلك، لا من الثابت عليه. أنا صائم مثلا، أنت تخرجني من حكم الصيام لابد يكون بإيه؟ بدليل. مش تقول لي هاد دليل لأن أنت صائم. نعم. قال: ومن هذه العبادات الصيام، فإنه عبادة دل الدليل الشرعي على أن حكمها ينعقد بماذا؟ قال: بالإمساك عن المفطرات بالنية. الإمساك عن المفطرات بالنية من طلوع الفجر الثاني إلى غروب الشمس، فحيث انعقد الصوم بالدليل الشرعي فإن الأصل استمرار حكمه وبقاؤه، ومن ادعى أن حكمه ينتقد بكذا وكذا فإن قوله هذا موقوف على الدليل الشرعي،
فإن جاء به فعلى العين والرأس، وإن لم يأتي به فلا قبول. كل ذا تمهيد للكلام، وليس له حق أن يطالبنا هو بالدليل على عدم الإبطال، لأن الأصل معنا، ومن كان الأصل معه فإنه لا يطالب بالدليل. وهكذا، وهذا الكلام من تعظيم حرمات الله وشعائره التي هي علامة تقوى القلوب. نسأل الله تعالى أن يجعلنا من أهل التقوى في الظاهر والباطن والسر والعلانية، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. فإن قلت فما هي المفسدات، فما هي مفسدات الصوم التي دل الدليل الشرعي على أنها مفسدة، فإن قلت فما هي مفسدات الصوم التي دل الدليل الشرعي على أنها مفسدة، أقول إن أهل العلم رحمهم الله وأعلى نزلهم في الجنة وغفر لهم ورحم أمواتهم وثبت أحياءهم قد استقرأوا الأدلة من الكتاب والسنة والإجماع والقياس الصحيح، فوجدوا أن هناك من المفسدات ما هو متفق عليه، ومنها ما هو مختلف فيه اختلافا قد نصر الدليل أحد طرفيه. المختلف فيه إحنا عايزين اللي معاه إيش؟ الدليل. وهناك مفسدات خاضعة للاجتهاد ولا ينكر على المخالف فيها، وهي كما يلي: منها الجماع بشرطه الذي يأتي إن شاء الله تعالى. الجماع ده متفق عليه إنه إيش؟ من مفسدات الصيام. قال فإنه من مفسدات الصوم، ودليله قوله تعالى: أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم هن لباس لكم وأنتم لباس لهن، علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم فتاب عليكم وعفى عنكم، فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم. فدل ذلك على أن الجماع إنما هو حلال في ليلة الصيام فقط، وإن تركه عند تبين الخيطين من بعضهما من إتمام الصيام فلا يتم إلا بذلك. ولما في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا رسول الله هلكت. قال: وما أهلكك؟ قال: وقعت على أهلي وأنا صائم. قال: هل تجد رطبة تعتقها؟ قال: لا. قال: هل تستطيع أن تصوم شهرين متتابعين؟ قال: لا. قال: هل تستطيع أن تطعم 60 مسكينا؟ قال: لا. فجلس، فأتى النبي صلى الله عليه وسلم بعرق من تمر، عرق اللي هو زي الزنبيل كده يعني، أو مكتل أو نحو ذلك. فقال: أين السائل؟ قال: ها أنا ذا يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال: خذ هذا فتصدق به. قال: على أفقر مني يا رسول الله؟ والله ما بين لبتيها أحد أهل بيت أفقر منه. فضحك النبي صلى الله عليه وسلم وقال: أطعمه أهلك. وفي الصحيح أيضا من حديث أبي هريرة رضي الله عنه يدع طعامه وشرابه وشهوته من أجلي. يبقى متفق على أن الجماع هذا من مفسدات الصيام. ومنها الأكل والشرب، أيضا من المتفق عليه الأكل والشرب على أنه مفسد للصيام بشرطه الآتي إن شاء الله تعالى. فإنه من مفسدات الصوم، بل هو أصل الباب ودليل ذلك الآية المتقدمة. فإن فيها أصل الباب، يعني أصل الباب في الصيام الامتناع عن الإيش؟ الأكل والشرب. فإن فيها: وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام، أي ترك الأكل والشرب إلى الليل. فأباح الله تعالى الأكل والشرب إلى نهاية الليل، ثم أمر بالإمساك عنهما إلى نهاية. فأباح الله تعالى الأكل والشرب إلى نهاية، هنا مفروض كلمة الليل تبقى موجودة، ثم أمر بالإمساك عنهما إلى نهاية النهار. إلى نهاية النهار، يبقى كلمة الليل دي مش صح. يبقى الأولى من نهاية الليل. أيوة تمام. والتانية تبقى النهار. الأولى النهار. تمام. لا، الأولى الليل. الأولى النهار. أباح الله تعالى الأكل والشرب إلى نهاية الليل. فأباح الله تعالى الأكل والشرب إلى نهاية الليل. ماشي؟ حطوا كلمة الليل. ثم أمر بالإمساك عنهما إلى نهاية النهار. وفي الحديث السابق يدع طعامه وشرابه وشهوته من أجله. وقال عليه الصلاة والسلام:
من أكل أو شرب ناسيا فليتم صومه. هذا منطوقه، ويفهم منه يعني مفهوم أيضا أنه إن أكل أو شرب عامدا ذاكرا لصومه أن صومه يفسد. إذا مفهوم الحديث من أكل أو شرب ناسيا فليتم صومه، مفهومه من أكل أو شرب عامدا قد فسد صومه. قال: وقد تقرر في القواعد أن مفهوم المخالفة حجة، مفهوم المخالفة حجة. قال: ومنها يعني من الأشياء المتفق عليها، قال: استدعاء القيء. استدعاء القيء يعني طلب القيء أي تعمده. فمن استقاء عمدا فإن صومه يفسد، وذلك لحديث أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من ذرعه القيء فلا قضاء عليه، ومن استقاء عمدا فليقضي. رواه أبو داود والترمذي وحسنه. وقال: العمل عليه عند أهل العلم. وقال الدار قطني: إسناده كلهم ثقات، وعن عمر نحوه موقوفا. وقال الإمام البغوي والخطابي وابن تيمية وغيرهم أجمعوا على أن من ذرعه القيء فلا قضاء عليه، وأن من استقاء عمدا أن عليه القضاء، والله أعلم. ومنها هنا بقى ظاهر كلامه كده، ومنها ده إجمال بقى كل المسائل، كل المسائل، وإلا احنا هيجي معانا كلامه الحجامة والحجامة. قال: ومنها الاستمناء إما بمداعبة أو بمباشرة أو باليد أو بتعمد النظر لما يهيج الشهوة. هنا بقى هيبدأ الكلام كده إزاي إنه يصل للدليل من خلال التقعيد الإيه الفقهي، من خلال التقعيد الفقهي، انتبهوا يعني. قال: ومنها الاستمناء إما بمداعبة أو بمباشرة أو باليد أو بتعمد النظر. لو بالجماع يبقى اسمه إيش؟ اسمه جماع. إنما هنا الاستمناء يعني طلب المني مش بطريق غير الإيش؟ غير الجماع. قال: إما بمداعبة أو بمباشرة أو باليد أو بتعمد النظر لما يهيج الشهوة أو بالتفكير المقدور على قطعه. فإذا نزل المني بالاختيار فإنه يكون مفسدا للصوم، ودليل ذلك حديث: يدع طعامه وشرابه وشهوته من أجل، لأنه اللي هو استمنى إما بالوعابة أو مباشرة أو باليد أو بتعمد النظر لتهييج للشهوة، كل هذا لم يدع شهوته. قال: وهذا وهو مذهب جمهور أهل العلم. قال: ولأن الإنزال بالاختيار كالجماع، لأنه إنزال بمباشرة. يرحمكم. يقول: ولأن الإنزال بالاختيار كالجماع، لأنه إنزال بمباشرة. واختاره أبو العباس شيخ الإسلام رحمه الله تعالى، وقالت عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها: كان النبي صلى الله عليه وسلم يقبله وصائم ويباشره وصائم، ولكنه كان أملككم لإربه. فعلمنا بذلك أن المراد بقوله وشهوته أي الجماع والإنزال ولو بدون جماع. جت منين والإنزال ولو بدون جماع دي؟ أملككم لإربة. لإربة. فهو النبي صلى الله عليه وسلم أملككم لإربة، يعني أملككم لإيه؟ لشهوته. ففي هذه الحال الرجل الذي أنزل سواء بالمداعبة أو المباشرة ده لم يملك إربة. ويفهم من حديث عائشة إنه اللي لم يملك إربة صيامه إيش؟ هيفسد. قال: فعلمنا بذلك أن المراد بقوله وشهوته أي الجماع والإنزال ولو بدون جماع. وأما مقدمات الجماع من مباشرة وتقبيل فلا بأس بها، إن لم يترتب عليها ما يفسد الصوم من الإنزال، وهذا مرجعه غلبة الظن. وسيأتي للمسألة زيادة بحث إن شاء الله تعالى. ومنها هيجي مسائل تفصيلية في حول المسألة دي. ومنها الحجامة، وهي شرط ظاهر، وهي شرط ظاهر الجلد، شرط يعني قطع ظاهر الجلد لاستخراج الدم الفاسد. فإنه قد ثبت الدليل بأنها مفطرة، وحديث شداد بن أوس مرفوعا: أفطر الحاجم والمحجوم. وصحه ابن خزيمة وغيرهم. وقال الإمام أحمد والبخاري إنه أصح شيء في الباب. قال أبو العباس: قدس الله روحه. والأحاديث الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم في قوله أفطر الحاجم والمحجوم كثيرة،
قد بينها الأئمة الحفاظ. هو الشيخ بيذهب إلى أن الحجامة إيش؟ مفطرة للحاجم والمحجوم. ولكن هو في كلامه نفسه هيجي في كلام تحقيقي كده رائع جدا هيظهر يعني إيه فرق كده معين هيذكره. قال: والقول بأن الحجامة تفطر مذهب أكثر فقهاء الحديث كأحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه وابن خزيمة وابن المنذر وغيرهم وأهل الحديث الفقهاء، فيه الحاملون به أخص الناس باتباع محمد صلى الله عليه وسلم، والذين لم يروا إفطار المحجوم احتجوا هينتقل إلى الرأي الثاني بقى. يقول: والذين لم يروا إفطار المحجوم احتجوا بما ثبت في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وهو محرم صائم. وأحمد وغيره طعنوا في هذه الزيادة وهي قوله وهو صائم، وقالوا الثابت أنه احتجم وهو محرم، يعني الإمام أحمد وغيره طعنوا على زيادة صائم، قالوا لا الحديث ثابت مفيش الزيادة بتاع الصائم. قال أحمد: قال يحيى ابن سعيد قال شعبة لم يسمع الحكم حديث مقسم في الحجامة للصائم، يعني حديث شعبة عن الحكم عن مقسم عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وهو صائم محرم. قال مهنة: سألت أحمد عن حديث حبيب ابن الشهيد عن ميمون ابن مهران عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وهو صائم محرم. قال: سمعت أبا عبد الله رد هذا الحديث وضعفه، وقال: كانت كتب الأنصاري قد ذهبت في أيام المنتصر، فكان بعد يحدث من كتب غلامه وكان هذا، يعني الكتب دي دخلها زيادة مش منها اللي هي كلمة وهو صائم، أي زيادة من تلك، أي بسبب ذلك إلى أن قال أبو العباس قدس الله روحه، وهذا الذي ذكره الإمام أحمد والذي اتفق عليه الشيخان البخاري ومسلم. ولهذا أعرض مسلم عن الحديث الذي ذكر حجامة الصائم ولم يثبت إلا حجامة المحرم، انتهى كلام أبي العباس رحمه الله. قال: قلت، ويؤيده أيضا ما رواه الإمام أحمد في المسند من حديث ثوبان أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتى على رجل وهو يحتجم في رمضان فقال: أفطر الحاجم والمحجوم. قال الترمذي من حديث حسن صحيح، قال الترمذي حديث حسن صحيح، وصححه ابن المديني والإمام الدارمي على الجميع رحمة الله تعالى. فهذه الأدلة تفيد بمجموعها أن الحجامة من مفسدات الصوم، واختيار أبي العباس النحرير الهزبر فارس المنقول والمعقول، دي ألفاظ كلها نوع من الإيش؟ المدح والتفخيم. قال: وجزاه الله خيرا ما جزى عالما عن أمته، وقد بين قدس الله روحه وجعل جنة الفردوس نزله العلة في إفطار الحاجم والمحجوم، فقال: وقد بينا أن الفطر بالحجامة على وفق الأصول والقياس، وأنه من جنس الفطر بدم الحيض والاستقاء وبالاستمناء. بيقول ما هو ده زيه، الراجل المرأة لما طلع منها دم الحيض حكمنا بفساد صومها، فالمحجوم لما طلع منه دم الحجامة نحكم بفساد إيش؟ صومه. هيجي كلام بعد كده للسنة. قال: وإذا كان ذلك كذلك فبأي وجه أراد إخراج الدم أفطر، كما أنه بأي وجه أخرج القيء أفطر، سواء جذب القيء بإدخال يده أو بشم ما يخيئه أو وضع يده تحت بطنه واستخرج القيء، فتلك طرق لاستخراج القيء، وهذه أي الحجامة والفصاد طرق لإخراج الدم، إلى أن قال: وأما الحاجم فإنه يجتذب الهواء. إحنا بعضنا وإحنا قاعدين كده ممكن يقول: يا موضوع الحجامة ده إحنا العلماء بيطولوا قوي ليكي فين، خلاص ده كلمتين يعني ولا حاجة. لا، ده انت لو تاخد بالك ده هم احنا اولى بان احنا نقف عليه طويلا، لان احنا الحجامة دي على متفرع عليها دلوقتي في عصرنا مسائل كثيرة جدا، مسائل التبرع بالدم والتحليل الطبي ومش عارف كل ده متفرع على مسألة الايش؟ الحجامة. نعم. قال: واما الحاجم فانه يجتزئ. يبقى هو هنا بيفصل ان المحجوم بيحصل له اخراج دم وزيه زي الحائض، هو عايز يقول كده يعني، وزي اللي استقاء وزي اللي استمنى. قال: وأما الحاجم، هنا بقى يجي للحاجم، وأما الحاجم فإنه يجتذب الهواء الذي في القارورة بامتصاصه، والهواء يجتذب
والهواء يجتزم ما فيها من الدم، فربما صعد مع الهواء شيء من الدم فدخل حلقه وهو لا يشعر. والحكمة إذا كانت خفية أو مستترة علق الحكم بالمظنة، كما أن النائم الذي تخرج منه الريح ولا يدري يؤمر بالوضوء، فكذلك الحاجم يدخل شيء من الدم مع ريقه إلى بطنه هو لا يدري، فهو بيجاوب بسرعة أصحاب القول يعني على إن أنت ممكن تقول طب ما ده احتمال ربما، فهو بيقول لك نفس الكلام بتاع مين؟ النائم. ما هو ربما أخرج وربما لم يخرج، فإحنا غلبنا الظن عليه وعليه الحكم بأنه ينقض وضوء. وأما الشارط بقى اللي هو بقى إيه؟ الحاجم، لكنه بيشتغل بإيه؟ بالإيد بس، مش بيشتغل بالشفط، فليس بحاجم. يقول الشارط ليس بحاجم. قال: وهذا المعنى متفق فيه، فلا يفطر الشارط. وكذلك لو قدر حاجم، لو قدر حاجم، لا هي لو قدر، وكذلك لو قدر حاجم ألا يمص القارورة بل يمتص غيرها أو يأخذ الدم بطريق آخر لم يفطره، لأن النبي صلى الله عليه وسلم خرج كلامه على الحاجم المعروف المعتاد في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، يعني اللي هو كان بيعمل ايه؟ بيمتص الهواء والدم يطلع بنتيجة امتصاص الهواء. فابتداء كده يبقى محل اتفاق ان الشارط ماهيش صيامه لا يفسد. الحجم العصري بتاعنا دلوقتي ده ما يفطرش، مش كده؟ يبقى الخلاف في عصرنا دلوقتي على الاقل دلوقتي في ايه؟ في المحجوم، لانه بيخرج منه دم، والحاجم اللي هو بيشفط بهواء ودم ونحو ذلك اذا كان لسه حد بيعمل ايه المسألة دي. قال: لأن النبي صلى الله عليه وسلم خرج كلامه على الحاجم المعروف المعتاد، انتهى كلامه رحمه الله. فهذا يبين لك أن القول الراجح إن شاء الله تعالى في هذه المسألة هو القول الذي اختاره أبو العباس رحمه الله، والله أعلم. إحنا طبعا مش هنقف معها طويلا في الترجيح، ليه؟ لأن إحنا لسه الأسبوع اللي قبل اللي فات تناولنا المسألة دي بتفصيل طويل جدا، وكتاب الإمام معاك وأظن، وإنه الراجح في الحقيقة قول الجمهور اللي هو خلاف هذا القول، قول الجمهور حتى على الحجامة الإيش القديمة، على الحجامة القديمة. والدليل ماذا؟ الدليل حديث احتجم النبي صلى الله عليه وسلم وهو محرم صائم، وهذا الحديث صحه الشافعي وصحه طائفة كبيرة جدا من أهل العلم ومن المعاصرين الشيخ الألباني رحمة الله عليه وعليه. فهذا الحديث يقدم على حديث شداد بن أوس، لأن حديث ابن عباس كان هذا في آخر حياة النبي صلى الله عليه وسلم، لأن ابن عباس ليس من المهاجرين، إن ابن عباس هذا انتقل إلى المدينة متى؟ بعد الفتح. فابن عباس رضي الله عنه لم يحضر مع النبي صلى الله عليه وسلم صيام إلا بعد إيه؟ بعد الفتح. ما حضرش الصيام، لم يحرم إلا متأخر النبي صلى الله عليه وسلم في السنة العاشرة، إنما اللي كان قبل منها كان ابن عباس ما كانش معاه، اللي هي كانت في فتح مكة، اللي كانت في الحديبية، واللي بعدها الحرام بتاعه هو داخل ونحو ذلك. هو قال طيب، ما احنا والأئمة اللي بقاله يعني احنا لسه قايمين يا علي، انت ايه وصلت فين؟ الشافعي رحمه الله تعالى وطائفة كبيرة جدا من أهل العلم يصححون هذا الحديث، وقلنا ان من المعاصرين الشيخ الألباني رحمة الله عليه وغيره من يعني أهل العلم يصححون هذا الحديث. شيخنا يحمل على المشقة الحديث الأول وعليه بقى، يبقى هذه المسألة ان الحديث اللي هو افطر الحاجم والمحجوم منسوخ، ولكن بقي للعلماء كلام في مسألة انه يكره. والشافعي رحمه الله بعد الترجيح قال كلام جملته انه وخير للانسان الا يحتجم في الايش؟ في الصيام. ويكره للصائم ان يحتجم ان كان يخشى عليه الايش؟ يخشى عليه المشق. يقول: ومنها دم الحيض والنفاس، إنه مفسد للصوم بالإجماع. وفي الصحيحين من حديث أبي سعيد الخدري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما رأيت من ناقصات عقل ودين. وفيه: أليس إذا حاضت المرأة لم تصلي ولن تصوم؟
قلنا بلى، قال فذلك نقصان دينها. الحيض والنفاس ده بالإجماع متفق على أنه مفسد، ومنها الردة والعياذ بالله. قال لأن الصوم عبادة ومن شرط صحتها الإسلام، والردة قاطعة لهذا الشرط، فعاد النهي إلى فقدان شرط الصحة، وقد فرط شرط صحة إيه بقى؟ الصيام، لأنه من شروط الصيام صحة الصيام الإسلام. وقد تقرر في القواعد أن النهي إذا عاد إلى ذات المنهي عنه أو شرط صحته دل على فساده، خلافا للقاعدة المشهورة عند الحنابلة أن النهي المطلق يفيد الفساد. لا، ده فيه نظر القاعدة دي، أن النهي إذا عاد إلى ذات المنهي عنه، اللي هي العلماء بقى بيفرقوا بينهم بأنه اللي بيسموها قاعدة انفكاك الجهة، زي الماء المغصوب مثلا، النهي في ذلك عائد على ذات المنهي عنه ولا على شيء منفك عنه؟ نفس الكلام هنا، بيقول أن النهي إذا عاد إلى ذات المنهي عنه أو شرط صحته دل على فساده. يبقى شرط صحة الصيام الإسلام، مش كده؟ يبقى في هذه الحال لا يكون الصوم فاسدا. قال فصوم المرتد فاسد، ولأن من شروط صحته أيضا استمرار حكم النية بأن لا ينوي قطعها، والردة قاطعة لحكم النية لتخلف المصحح له وهو الإسلام، ولقوله تعالى لئن أشركت لا يحبطن عملك. قال الموفق لا نعلم فيه خلافا والله أعلم. مين الموفق؟ أيوة، تمام، تفضل. قال فهذه الأشياء المذكورة هي التي دل الدليل الشرعي الصحيح الصريح على أنها مفسدة للصوم. يقول ويبقى، هنا بقى هيبدأ بقى الكلام في الحاجات اللي هي ظاهرها إنها مش متفق، أسف، مش معلاش دليل نصي. ويبقى ما عداها موقوفا على الدليل، فإن صح به الدليل قبلناه، وإن لم يصح به الدليل لم نقبله، لأن مفسدات الصوم توقيفية. يعني كأن العبارة دي بيقول فيها اللي هيأتي بدليل على فساد الصوم حكمنا به، اللي مش هيأتي بدليل هيبقى الأمر على ما هو إيه، لأن الأصل بقاء ما كان على ما كان. قال ومن هذا الضابط نعرف حكم المذي، هل هو من جملة المفسدات أو لا؟ طب قبل ما يجاوب هو الشيخ بناء على ما تقدم، المذي ها؟ المذي لا، مفيش دليل، هو ملهوش إرادة في ذلك. مش عرفك إنه ملهوش إرادة في ذلك؟ يعني واحد قاعد ينظر للنساء نحو ذلك لغاية ما أمزة، ما هو تسبب مش واحد أنزل يعني ينظر لغاية ما أنزل؟ مش داخل في حاجة من الحاجات، أيوة، مش داخل في الحاجات الإيش؟ التوقيفية. إحنا الجماع فسد حكمه بسبب إيه؟ المني. اللي يأتي بمني يبقى هو اللي يفسد حكمه، إلا بضوابط يعني بتفصيل معين، اللي هو مثلا كالمحتلم مثلا ما يفسدش حكمه، وهكذا يقصد كده يعني. قال ومن هذا الضابط نعرف حكم المذي، هل هو من جملة المفسدات أو لا؟ أقول الأصل أنه ليس من المفسدات، ومن قال بأنه مفسد فعليه الدليل، لأن مفسدات الصوم توقيفية، والقول بأنه من جملة مفسدات الصيام هو المعتمد، أساسه الشهوة، فهو كالمني، وعنه ليس المذي من جملة المفسدات. بيقول والقول بأن من جملة المفسدات الصيام هو المعتمد، معتمد في المذهب قصده، يعني بيشير إنه بعضهم قال ده هو ده المعتمد في المذهب، لأنه أساس الشهوة كالمني، لأنه في المذهب، في مذهب الإمام أحمد مشهور أيضا إنه المذي مفسد للصوم، لأنه بيقولوا هم أساسه نفس الإيش، أساس الإيش؟ المني، أساسه أساس المني الشهوة. قال وعنه، يعني رواية أخرى، ليس المذي من جملة المفسدات. قال هو مذهب الحنفية والشافعية، بل هو مذهب الجمهور، واختارها أو هي باعتبار لفظ التأنيث في رواية، قال بل هي، يعني رواية الإمام أحمد، يعني بل هي مذهب الجمهور،
واختارها من أصحابنا الآجري وأبو محمد موفق الدين بن قدامة والشيخ تقي الدين أبو العباس، وصوبها في الإنصاف، واستظهرها ابن مفلح في الفروع، وهي الرواية الراجحة إن شاء الله تعالى، وذلك عملا بالأصل اللي هي إيه بقى؟ إن المذي غير مفسد للصيام. إحنا في بداية الدرس لو تفتكروا إحنا قلنا من أعظم فوائد البحث ده إيه؟ إنه بيعطيك قواعد تسير عليها تريحك. علشان كده يعني أنا واحد من الناس كنا زمان الواحد يعني تضطرب عنده كثيرا المسائل دي، المذي والعلماء بقى كلامهم كتير أو فيه متشابه جدا، المذي والمني واللي خرج بالنظر واللي خرج بالتفكر واللي كذا واللي لا، خلاص دي قاعدة. المذي ده معلوش دليل توقيفي يقول إن هو يفسد به الصوم، خلاص خرج بقى المذي بتفكير، خرج المذي بمباشرة، خرج المذي بتقبيل، خرج المذي بشيء، خلاص دي قاعدة. لماذا؟ لأنه اللي يفسد صومه وجايب الدليل هو من المجامع اللي هو صاحب الإنزال، أو اللي شبهه اللي صاحب الإنزال، يعني المجامع واللي زيه اللي هو صاحب الإنزال. نعم. قال وقياسهم على المني قياس مع الفارق، اللي قصوا على المني قياسهم في نظر. قال وقياسه على المني قياس مع الفارق، فإنه يفارق المني في تركيبه ومخرجه وأثره، فيفارقه في حكمه. ده مختلف عن ده، يعني المذي مثلا من الفروق لا يشعر به الإنسان بخلاف المني. المني هذا بدفق وشهوة وكذا ونحو الآخر لا يشعر به الإنسان، فضلا عن التركيب، تركيبة هذا الشيء يختلف عن هذا تماما. قال لأن القياس مع الفارق باطل. قال أبو العباس قدس الله روحه ولا يفطر بمذي بسبب قبلة أو لمس أو تكرار نظر. وفي الصحيحين من حديث عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يباشر وهو صائم أو يقبل وهو صائم، ولكنه كان أملككم لإرادة. والمباشرة هي المس باليد، ولما سئل عن القبلة قال أرأيت لو تمضمضت بالماء؟ قال ولمس اليد والقبلة هي مقدمات الجماع ومفتاحه، كما أن المضمضة هي مقدمة الشرب ومفتاحه. فكما أن المضمضة لا تنقض مع أنها مقدمة الشرب ومفتاحه، فكذلك المس باليد والقبلة لا تبطل الصوم مع أنها مقدمة الجماع ومفتاحه. ولم يسأل النبي صلى الله عليه وسلم السائل هل أمذى أو لا، وقد تقرر في القواعد قاعدة مهمة جدا دي، أن ترك الاستفصال في مقام الاحتمال منزل منزلة العموم في المقال. من القواعد اللي أنا يعني ما بنساهاش الحمد لله، إنها مرتبطة بذهني دايما بموقف سنوات طويلة كده. كان شيخنا الشيخ ياسر كنا في العمرة، فكنت بكلمه احنا قاعدين في المسجد النبوي على مسألة ان الميت، يعني ان بعض العلماء بيقول انه لابد ان هو يكون قد وصى بذلك، ان هو مسألة ان حد يعتمر عنه، حد يتصدق عنه، فبعض العلماء بيقولوا كلام بمثل هذا، يعني ان هو يكون له اصل في الصدقة الجارية او الوقف او نحو ذلك. فقال هذا لا دليل عليه، بل الدليل على خلافه، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يستفصل من سعد رضي الله عنه لما قال إن أمي أفلتت نفسها وكانت تريد أن تتصدق فأتصدق عنها، يعني هي كانت تتصدق في زمنها، فأتصدق عنها، قال تصدق عن أمك أو كما قال. فقال ترك الاستفصال في مقام الاحتمال ينزل منزلة الإيش؟ العموم. خلاص النبي صلى الله عليه وسلم ما سألهوش هل هي وصتك بانك تعمل المسألة دي، وطلبت منك ان هي تبقى انت تبقى تعملها لو هي ما عملتهاش ونحو ذلك. فدي قاعدة مهمة جدا، القاعدة دي بنستدل بها طبعا في حاجات كتير جدا. مثلا الراجل المجامع لاهله، احنا الراجح في مسألة الكفارة انها تكون على مين؟ على الرجل فقط. ليه؟ القاعدة دي انه ترك الاستفصال في مقام الاحتمال ينزل منزلة الايش؟ العموم في المقال. قال ولأن الأصل عدم الإبطال إلا بدليل،
ولم يأتي دليل يفيد بطلان الصوم بمجرد خروج المذي. ومن ذلك أيضا أنه لا يفسد الصوم بالغيبة ومن ذلك أيضا أنه لا يفسد الصوم بالغيبة وقول الزور والعمل به والجهل، وإنما هو منقص لأجر الصائم، بل قد يذهبه بالكلية الأجر يعني مع سقوط الفرض عنه، إن الفرض هيقوم به. وهذا هو المراد بقوله صلى الله عليه وسلم: من لم يدع قول الزور والعمل به والجهل فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. والله أعلم. يقول: وسوف يأتي إن شاء الله تعالى في الضابط الذي بعد هذا بقية الفروع المخرجة على هذا الضابط، ولكن لارتباطها بالذي بعده أخرت البحث فيها إلى الكلام عليه، والله أعلم. ولذلك في الحقيقة الكم ضابط اللي جايين بقى دول فيهم تفاصيل يعني مهمة جدا، وهي في الحقيقة يعني مريحة جدا في الكلام في أحكام الصيام. ولذلك إن شاء الله بإذن الله نسأل الله التيسير إن إحنا المرة القادمة إن شاء الله ناخد يعني إيه كم ضابط الباقيين دول إن شاء الله بإذن الله تعالى. هو هم 7 ضوابط بس، كل الحاجات اللي جاية كلها يعني مش طويلة زي الضابط الأول والثاني، فإن شاء الله بإذن الله نستكملها في المرة القادمة بإذن الله تعالى. قولوا قولي هذا واستغفر الله. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.